قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض، إما حسا وإما معنى. فالحس أن يأخذ شبرا أو شبرين أو ما أزيد عن طريق القوة، أو إما أن يأخذه بطريق الشهادة الفاجرة فيكون مغيرا لمنار الأرض، ويكون الشاهد بهذه الشهادة شهادة فجور، يناله من هذا اللعن مثل ما ينال من غير منار الأرض.